وحيد مثلي، ما رأيك أن أسميك بوبي ونصبح صديقين؟ أنت جائع مثلي تماما. سأفكر بطريقة للحصول على الطعام لكلينا. اسمع، يظهر أنك لم تعد قادرا على تحمل الجوع يا بوبي. ما رأيك لو نذهب إلى تلك المدينة؟ لابد وأن نوفق بطعام هناك، لن تخسر، هيا. لا بأس، وإن كانت مبللة بالماء فلن تزعجني. تبدو مطيعا. أنا عصام، توفيت والدتي ورحل والدي للبحث عن الثروة، لذا أستطيع أن أذهب إلى النوم في أي وقت يحلو لي، ولا أستيقظ إلا حين أريد. أعيش وحدي ولا أحد يأمرني أو يتدخل في حياتي. من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ سألتك فأجب هذا. أنا الذي يسأل وليس أنت. الجميع في مدينة النهر يعرفون اسمي جيدا، وأنا أيضا معروف جدا بين جميع سكان مدينة المرج. لكني لا أعرف اسمك. أنا أيضا لا أعرف اسمك. إذا تخطيت هذا الحد ستقع في مشاكل جمة. لقد تخطيته، ماذا ستفعل؟ تتحداني أيها ال... هل ستقاتل؟ سأتأخر ثانية عن المدرسة، نحل المشكلة لاحقا وسترى من أنا. لقد هرب. لست جبانا، فهمت؟ لست جبانا. غريب أمر هذا الفتى. Thank you.
ماهر تأخرت ثانية ها؟ أجل من هذه؟ إنها زهرة رفيقتنا جديدة في الفصل منذ اليوم. وهي زهرة أيضا. ماهر لا بد من أن تعاقب. من ذلك الفتى؟ ما هذا؟ تبدو لذيذة، أريد أن أكل. صباح الخير سيد مدحت. صباح الخير سيدتي. سيد مدحت، رأيت صبيا من الخارج لم أره في الجوار من قبل، من هو يا ترى؟ لا تلمس، يدك متسختان، ابتعد هنا أيها الشقي. يجب أن نكون حذرين. إنها تفاحة، سآكلها. من أنت؟ سرقت تفاحة الثمينة؟ لا. سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ التفاحة في يدك وتقول سوء تفاهم؟ لن أسامحك. خذها. ماذا فعلت بتفاحي؟ إنها غلطتك. أمسكوا به، لقد سرق تفاحي. الولد الشقي، لن أدعك تهرب مني. أمسكوا به، أعينوني عليه، سرق تفاحتي. يا لسرعة هذا الفتى. لن أدعك تهرب، رأيتك تخدم التفاحة. سرقت تفاحتي يا هذا، لن أدعك تهرب. اعتقدت هدية منك يا سيدي، صدقني. اقرأ. هل تكذب أيضا؟ رأيتك تخدم التفاحة. أنا لكن سوف أدفع ثمن التفاحة. سيدة رجاء، اتركه فورا ولا تعاقبه. ولكن اسمع، سوف أعطيك المال لاحقا فلا تقلق. حاضر. اسمع، أعطي الصبية 3 حبات أخرى ليأكلها. لا بد أنك جائع، كلها. اللطف لا ينفع مع مثل هذا الفتى لأنه سيعتاد. لا تقلق. ولكن يا سيدتي أنا لم أعرف. صبي له مثل هاتين العينين الجميلتين لا يؤذي أحدا. بالمناسبة أين تقيم؟ لا منزل لدي. من أين أنت إذن؟ من هناك. من هناك؟ شكرا على التفاحات، وشكرا لأنك صدقتني وساعدتني. تعيش الولايات المتحدة الأمريكية في أمن وحرية منذ إعلان الاستقلال عام 1779. مستعدان؟ وأنت سامر؟ انتظر. ماذا فعلت اليوم؟ حصلت على 3 خرزات، فماذا عملت أنت يا ماهر؟
حصلنا على شيء رائع عبود، انظر. عظيم، انها تلمع. هذه ستكون كنزك الثمين، فحافظ عليه. سأقاتل من اجلها روبن هود. ايها الشرير سأقاتلك، كن حذرا فانا مستعد يا ليتل جون. هيا. سوف اقبض على روبن هود اليوم. ماذا تقول؟ هل تعتقد انك ستهزمني؟ انظروا، يوجد احد هناك فوق الشجره. إنه ذاك الفتى. لم أرى أحدا من قبل يتسلق إلى هذا الارتفاع. أفكر بتحدي في قتال والرابح يكسب المكان. هي أنت، انزل. هيا هيا انزل. ها؟ هو الفتى نفسه. إذا أردت لقائي فاصعد إلى هنا. بل تنزل أنت يا هذا. لا لن أفعل. رائع، يقف على ساق واحدة. أستطيع أن أفعل ذلك. أيها الجبان، إن لم تكن جبانا فلما لا تنزل؟ جبان؟ حسنا سوف أقفز. لقد قفز. أنا لست جبانا. لم ننهي قتالنا هذا الصباح. هل ستقاتل؟ أجل سأقاتل. هيا يا ماهر، أقضي أقضي عليه. هيا هيا. سأبارزك بالرمي فاستعد. ارميها أبعد من ذلك. سترى. تعادلتما، والآن سأريك ما أتقنه جيدا. ما هو؟ عدم التنفس. حقا؟ هيا. واحد، اثنان. إذن بالتأكيد. هل ما زالا مستمرين؟ أجل. هيا. هاي انتظر. ماهر، أنت سريع جدا. من منكما ربح؟ كلانا. من؟ تعادلنا. سباق متعادل. مستعد؟ أجل. ألا تكف عن التحدي؟ لنتسابق بالسباحة، فأنا ماهر جدا. هيا. Yeah.
هيا هيا تابعوا بقوة تابعوا بقوة تابعوا بقوة ماهر وصلنا تعادل قمت بعمل جيد وأنت كذلك اسمي عصام وأنا ماهر نذهب لصيد السمك غدا أجل ألقاك غدا عند النهر أين أنام الليلة؟ أين أنام يا ترى؟ ماذا؟ الكلب بوبي ثانية لا تذكرني أجل إنه أنت يبدو أن حاسة الشم عندي أفضل منك بكثير يا بوبي على أي حال وجدت مكانا للنوم في الواقع أنا متشرد دعني أبقى معك يا بوبي شكرا على موقفك هذا لنصطاد بعض الأسماك للعشاء هيا بنا بوبي هيا ماهر كم مرة يجب أن أكرر كلامي؟ أنت لم تسبح اليوم هل فعلت ذلك؟ لا لم أسبح لماذا؟ عدت إلى المنزل وشعرك مبلل بالماء العرق انظري إلى قميصي أنا لم أخلعه أبدا أرأيت؟ الخيط موجود على الياقة آسف على شك بك سامحني بني أرجوك عرن لا بأس عمتي جل من لا يخطئ لكن يا عمة كان الخيط أحمر في الصباح والآن أصبح أسود ماذا؟ أجل أنت على حق أجل صحيح كان خيطا أحمر ماهر حاولت أن تخدعني ستبقى في المنزل غدا عقابا لك على كذبك نضجت يمكننا التهامها لذيذة هل تريد المزيد يا بوبي؟ أنا وماهر سنتناول السمك غدا ستكون حصتك وفيرة هل تريد أن تنام أنت أيضا؟ أنا عيس جدا ويجب أن أنام
لقد أجهدت نفسي طوال اليوم يا بوبي، وإذا كنت أنت أيضا مجهدا مثلي، عليك أن تستريح يا بوبي، أليس كذلك؟ في الصباح التالي خاب أملي كثيرا عندما عرفت أن ماهر لن يذهب للصيد. إنه يوم العطلة، ويبدو أن ماهر لا يتمتع بحريته كثيرا، بينما أنا أعيش أيامي وكأنها إجازة مستمرة.